لا، حرب الاستنساف صارت لصالح كيان صهيون. هذول ما عندهم امدادات، مين عندهم؟ بس يصنعون داخل هذه. بس خليني قبل ما يخلص اللقاء، يعني هو خبر حلو يخص العراق يعني. يا الله. مو هذه بس، جهد جهاز المخابرات العراقي ومكافحه الارهاب، جهاز مكافحه الارهاب وخليه الاستهداف، ضربوا اخطر مفرزه هسه بصلاح الدين بجبال بلقانه بدوس خورماتو، وانقتلوا سبعتهم. هسه راح يتجهون يطلعون عليهم ويجيبون الجثث. فهاي المفرزه هي اللي ذاك اليوم قتلت الامر اللواء وامر الفوج. فلذلك كان يعني اعتذر شفتيني هاي، لانه دي دسولي يعني ولا يهمك بالعكس، لانه هذا لان هاي المفرزه اذت المنطقه، كلش اذت المنطقه. الحمد لله. طبعا طائرات 16 عراقيه ضربتهم.